جامد. كواليس الكاميروني جويل وماريتمو البرتغالي والزمالك وكلام المدير الرياضي للنادي. تمام. بالنسبه لجويل الناس الفتره الاخيره كانت بتتكلم ان جويل خلاص جاي نادي الزمالك. انا تواصلت مع المدير الرياضي تمام لنادي ماريتمو البرتغالي قال ان في عرض رسمي وصل من الزمالك في شهر 7 كان ب 500,000 يورو وهم رفضوا العرض. تمام. هو بالنسبه له دلوقتي مستحيل ان اللاعب يمشي بسبب اسباب بسيطه يعني. بيتكلم ان الفرقه دلوقتي اخر الدوري البرتغالي لعبت 6 ماتشات خسرت السته، فهو مين اللي هيعوضه بيه؟ فهو بالنسبه له ما عندوش ازمه في يناير. بس دلوقتي صعب جدا دلوقتي مستحيل. دلوقتي مستحيل خلاص، هو العمولة عندهم اتقفلت يعني حتى ما يقدرش يعوضه. مش هيعوضه، هيعوضه مين؟ هو شايف اللي هو مش قادر اعوضه دلوقتي بحد، فانا هبيعه ازاي وانا اصلا الفرقه عندي بتنهار وفي نفس الوقت مش هعوضه. في الموضوع اتقفل بالظبط عروض محمود علاء. بس محمود علاء عشان نكون محمود علاء خلاص هو المفروض الزمالك عشان مرتبه الكبير طبعا. فدلوقتي محمود علاء تواصل مع مسؤولين في البنك الاهلي ومحدش رد عليه. تمام. بس هو دلوقتي حاليا البنك الاهلي عايز يدعم بمدافع دخل حساباته. بس ده كان مسؤول غير اللي موجودين في النادي. يعني حد بره المسؤولين على القرار نفسه. في كلام ساعه الجلسه خلال الجلسه اللي هي بين امير مرتضى ومسؤول بيراميدز في خلال صفقه عمر جابر ودونجا تم عرض اللي هم يعرضوا محمود علاء. بيراميدز رفضوا. شايفين اللاعب مرتبه كبير هيجي هيكون المفروض يبقى اساسي. عفوا هيكون اساسي، فالمفروض رفض بيراميدز بسبب مرتبه. دلوقتي مسؤولي البنك الاهلي بيسعوا اللي هم يدعموا بالدفاع، فممكن يكون اقرب للبنك الاهلي نوعا ما دلوقتي. عظيم. بس انا عايز قبل ما تختم بصراحه يعني عايز اشكر مسؤولي البنك الاهلي. انا شايف الفرقه بتدعم بشكل كويس بصراحه. يعني البنك الاهلي من الانديه اللي لفتت نظري. وسيراميكا كليوباترا. وسيراميكا كليوباترا طبعا. بس هم لفتوا نظري اللي هم جابوا المصري شغال طبعا. لا شغال مصري عشان انت عارفين مستركبه ابو علي ففي ميزانيه. لا البنك الاهلي شايف اللي هو بيدعم في اماكن كويسه واماكن هو عايزها فعلا وعارف هو بيعمل ايه. صحيح. بدليل اللي هو مثلا ناصر منسي واحمد ياسين مش راضي يفرط فيهم، مع ان المفروض هو لو طلب الارقام كبيره هيقدر ياخدها. صح. بس لسه متمسك لاخر فرصه. صح. ويعني بصراحه اشكر يعني شايف المجهود كبير يعني خلال التواصل معاه الاستاذ كابتن حماده هاشم. صحيح. مدير التعاقدات شايفه عامل شغل هايل بصراحه. صحيح.